اهلا، ساكن بك رجالة. فيديو جديد على شادوكس. النهاردة نعمل unboxing للسامسونج جالاكسي جراند. ده اللون الأزرق بتاعه. السامسونج جالاكسي جراند عن 5 inch LCD screen، 1 جيجا رام، 1.2 جيجا هرتز بروسيسور ثنائي النواة. طبعا تمن تقريبا في المملكة العربية السعودية 1200 ريال، وفي مصر تقريبا 2600 جنيه. اظن تمام كده هيكون في بعض دول الخليج هيكون قريب من تمام السودان. عموما نشيل البلاستيك ده، بيجي مع اندرويد جيلي بين 4.1.2. فعندك شاشة كبيرة جدا مع امكانيات متوسطة بس بتمن كويس. لو هنقارنه من بالنوت 2 مثلا هنلاقيه نص التمن بشاشة اكبر. فالناس اللي عايزة شاشة كبيرة سامسونج جالاكسي جراند احسن حل ليه. عموما عندنا المايكرو يو اس بي، اليو اس بي كيبل، عندنا السماعات، عندنا ال replaceable tips بتاع السماعات، عندنا الشحن. الشاحن طبعا UK charger، فهنضطر نجيب له محاول عشان نشغلها. عموما عندنا زر الهوم، عندنا 2 buttons capacity بتظهر لما تتك على الشاشة، عندنا الباور button، عندنا مدخل الميكروفون، عندنا في الجنب الصوت التعلية والتوزيع، عندنا speaker والكاميرا والفلاش. يارب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ان شاء الله تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع اصحابكم. 2 buttons capacity بتظهر لما تتك على الشاشة، عندنا الباور button، عندنا مدخل الميكروفون، عندنا في الجنب الصوت التعلية والتوزيع، عندنا speaker والكاميرا والفلاش. يارب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ان شاء الله تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع اصحابكم. تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع اصحابكم.